الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تحيتنا هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان دستور، أحد أفرع ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات، في انطلاق هذا اليوم المميز من سباقات الهجن العربية الأصيلة، انطلاق أول التسعيرات الخاصة بهجن العاصفة هنا في أرضية هذا الميدان، والتي تعلن بداية البشائر للدعم الكبير وانطلاقات رياضة الهجن العربية الأصيلة التي تحظى بالتوجيه الكريم والسامي من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، واهتمام لا محدود بكل الرياضات الخاصة بهذا الوطن المعطاء، وطن الأمل، دولتي دولة الإمارات العربية المتحدة، من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله في صباح هذا اليوم الأغر، حيث يتشرف هذا الميدان بحضوري ومتابعته سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله في بداية هذه الانطلاقة، في بداية هذه التظاهرة، ليكون هذا الحضور الكريم، هذه البداية الأولى، هي بداية البشائر لانطلاق الخير على أرض الخير في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي ميدان دستور. بسم الله وعلى بركة الله، أعلنت انطلاقة أول أشواطنا في هذه الفترة الصباحية بعد الحضور الكريم والتشريف لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي في بداية إعطاء الإشارة لانطلاق أول التسعيرات الخاصة بهجن العاصفة، هذه المؤسسة العملاقة التي تقدم كل الدعم الكبير لكل الرياضات وخاصة لهذه الرياضة، رياضة الهجن العربية الأصيلة، في انطلاق هذا الصباح الذي يحمل 25 شوطا من أشواط سن الحجايج ولمسافة 3 كيلومترات مقسمة بالصعوب، و8 أشواط ستكون حاضرة في البداية الأولى، ثم هناك أشواط الإنتاج المتميزة 8 الأخرى، و9 أشواط تعلن التواجد المفتوح لكل الفئات. مرحبا بالخير ومرحبا أيضا بهذه التحديات على أرضية هذا الميدان. شكرا أبا راشد على الدعم الكبير، على المتابعة المستمرة، على هذا الحضور الكريم الذي يشجع كل المحبين والمنتمين لهذا العالم الساحر بأن يقدموا أجود ما لديهم. ننطلق إلى المقدمة ونسير بالصدارة إلى المركز الأول، ما شاء الله، هذه نوف هادف بن حمد بن عفصان المنصوري، بينما المركز الثاني تدخل من سفان في المركز الثاني حمد بن محمد بن مصلح الإحبابي، وهناك أيضا الهد سهيل بن محمد بن خلفان المزروعي، بينما رابعا نهب أحمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، وهناك البارع حمد بن سهيل بن خيرات العامري، ثم وجود المركز السادس ما شاء الله خيال مبارك بن حمد بن عود العامري، وفي المركز السابع يا سلام يا سلام نوف عبد الله بن معتوق العامري، ثم المركز الثامن دخول مشواهين سلطان بن يابر بن عبيد بن هياي المنصوري، والمركز التاسع خنجر حمدون بن علي اليحافي، والمركز العاشر هملول حمد بن محمد بن مبارك الشامسي. ما شاء الله وتبارك الله،
شجع يلي بشجع. هذه القادمة أيضا هنا من خلال بداية الأولى و1200، يا سلام يا سلام 1200 والقايد لهذا الشوط. نوف وهي نوف، هادف من حمد بن عبصان المنصوري، أحد الشعارات المتميزة أيضا به التواجد وتقديم الأسماء المنطلقة. يا الله 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 الله، دخول دخول قادم من نوف أيضا. عبد الله بن معتوق العامري، يا سلام، أعلام الانتصار، أعلام الصعوب، أعلام التنافس تتواجد في هذه الانطلاقة. الله الله الله، نوف ونوف على المقدمة والمركز الثالث. هناك نهب أحمد بن سعيد بن غانم بن إيريو المنصوري، يا سلام، بينما قادمة بقوة من خلال هذا الدخول. الله إلى بارعة حمد بن سهيل بن خيرات العامري، والمركز الخامس العاصمة وحمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي. خلاص ال 400 متر القادمة، وهنا أيضا التحديات، يا سلام. نوف هي نوف، نافت على المركز الأول، نافت على الصدارة. هادب بن حمد بن عبصان المنصوري، الله الله الله، ونوف عبد الله بن معتوق العامري، وهناك إذا على المركز الرسالة، رسالة حمدان بن محمد بن مروشد، يا سلام يا سلام. وهنا أيضا بن خيرات البار حمد بن سهيل بن خيرات العامري، يا سلام يا سلام يا سلام. أربع ما شاء الله بداية المنافسة، أربع أربع أربع، نوف 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 نوف، يا سلام يا سلام يا سلام. وهناك نهب، نوف ونهب، نوف ونهب، نوف ونهب، والانطلاق قادمة من رسالة، الرسالة حمد حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد، ما شاء الله. نوف بن عفصان، سلامي عليك بن عفصان، سلام على العيل، سلام سلام على نوف، والبداية لهذه الانطلاقة. علي هادي بن حمد بن عفصان المنصوري المركز الثاني، رسالة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد المركز الثالث، هي نوف عبد الله بن معتوق العامري، والمركز الرابع البارع في المركز الرابع حمد بن سعيد بن خيرات العامري، والمركز الخامس العاصمة حمد بن عبد الله بن محمد بن سبعين المحرمي. بدت المنافسة، بدا التحدي، بدا الجد، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على التواجد على أرضية هذا الميدان. قادة الشوط نوف، اسم على مسمى، علم الانتصار الأول يحقق أيضا في هذا الميدان ويرفع هذه التحديات. الله 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 الله، من خلال هذه البداية الأولى، سلامي سلامي بهذه التحديات. 4 دقائق 35 ثانية وجزئين من الثانية، سلام سلام يا حمد يا بن عفصان المنصوري، ما شاء الله وتبارك الله. نوف وهادي بن حمد بن عفصان المنصوري تحقق أول الانتصارات. المركز الثاني رسالة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد، ما شاء الله، و4 دقائق 36 ثانية بالوفاء والتمام. سلام أيضا إلى ند الشبه، سلام. المركز الثالث أيضا نوف، على المركز الثالث عبد الله بن معتوق العامري، ما شاء الله 4 دقائق 37 ثانية وجزئين من الثانية. بنقول الهير أيضا سلام، الكل هنا انتصر بالحضور الكريم، الكل انتصر بالتنافس الشريف، الكل انتصر مع هذه الانطلاقة لهذا السن، ما شاء الله، والتسعيرات التي تنمي هذا الموسم دائما وتدعمه بكل التحديات للتنافس الشريف في رياضة الهجن العربية الأصيلة. تسعيرتي الأولى، ما شاء الله وتبارك الله. شكرا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على هذا الدعم الكبير لكل التحديات والإثارة وإضافة هذه التسعيرات المتميزة التي تعلن الانطلاق وتعلن التواجد وتعلن أيضا أن الكل حاضر مع بداية المنافسة في هذا الشوط المثير. الله الله، بدينا في الانطلاق من خلال هذه المسافة، وهنا نتابع أيضا لحظات من الشوط الأول الذي قدم كل الإثارة وقدم كل